وصف وكيل الأمين العام المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث الوضع في قطاع غزة بأنه وضع مستحيل لأهالي القطاع ومن يحاول مساعدتهم. كما دعا جريفيث إلى ضرورة وقف القتال، مضيفا أن هناك ثلاثة مستويات من التفتيش قبل إمكانية دخول الشاحنات إلى القطاع. كما أشار أيضا إلى أنه من بين التحديات القصف المتواصل والطرق المدمرة وضعف الاتصالات وقصف القوافل وحدوث تأخيرات عند نقاط التفتيش. And there are some promising signs.